بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم إخوان متابعين صفحة عالم بسيط. الإخوان ما تنساوش تبارطاجيو معنا لا فيديو وتابوناو معنا باش يوصلكم كل ما هو جديد في عالم الدواجن. اليوم حنا عند صديق ديالنا سي منعم، صديقي هذا جاري تنخدم انا وياه الحمد لله، والبيض راه البيض ديالنا الحمد لله. غادي نشوفوا اليوم تفقيصه ديال الألف، كنا لقينا شي 40 شي 39 بيضه اللي خاويه من اصل 1000 وحبه لقينا 38، يمكن هي اللي ما خصباش. تبارك الله، اليوم نفتحوا له الفليسات وغادي نشوفوا. هو سي منعم، وهذا الرجل الطيب، ترى الناس تقداو من عندنا السلعه من هنا من عنده، راه يعرفوا الناس بزاف. المهم انا وياه تنخدموا، راه لما كانش عندي السلعه راه سلعته بحال سلعتي. يعني انا ما عندي السلعه انا يعني اللي تتباع، اولا عندي وكان باغي الانسان كون شي طير وباغي داكشي اللي ما عنديش انا، راه سي منعم تيتقداو من عندو. اللهم بارك. بسم الله بسم الله بسم الله اللهم بارك. الله تبارك الله، على منظر كيفاش ليه. هادي الاخوان، هادي راه فقاصه ديال الاخ حارث، حارث راه معروف، راه تبارك الله، راه ما عندي ما نقول في القصر ديالو، راه تبارك الله زوينين. اللهم بارك اخوتي، هذا في يوم ذهب يا اخوتي، الناس تقريبا كلشي في يوم ذهب، ما درناش الفيض ديال شي حاجه قليله واحد، هذا كله في يوم ذهب تبارك الله يا اخوان. راه باقي البيض يعني القشور هنا، شوف تبارك الله كلشي خارج الاخوان، هذا مازال ما خرجش، هذا هانتم الاخوان، شوف تيكون بعد هاد المشاكل هذا يا ما خرجهاش، ما تلقاش بزاف، ربعه خمسه البيضات في البلاطو لا لقيتي بزاف، سير الراي سير. هما الاخوان غادي نشوفوا، غتشوفوا البطوات كاملين. اللهم بارك الاخوان تبارك الله، شي شي فرح تلقى بحال هكا، والله الا شي فرح تبارك الله الاخوان. اللهم بارك في يوم الذهبي الاخوان، هذا الراي الزيت تبارك الله الاخوان. هذه تبارك الله تفكيصه راه فيها تكون نسبة مزيانة، الكل فلوس تبارك الله فيها، اللهم بارك، الكل فلوس كثير تبارك الله. هذه خسرت شي حاجة ما قبل الإخوان، سير الرئيس عطشان يمسك، عطشان من الإخوان، هذا هو حاصلو رجلو، الإنسان خصو يعرف باش يدير يحيد، هادي خصك تمشي يدك من تحت، من تحت يدك غير شوية باش ما لأن الجلدة ديالهم دابا باقا ضعيفة، إلا جبدتيه غتنصليه رجلو. طلع العظم الشباب الحامي بقى تما، غادي نوريكم كيفاش غادي ندير ليه باش نزيدو له الرجل، شدو كان الرايس نزيدو له الرجل ديال واحد الفيلي تما راه حاصلة. هانتوما الاخوان نزيد له، هانتوما شوف هانتوما، هدا تبارك الله راه خارج كبير، اوووو يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، حاصلة هادو بزاف يا الاخوة، صعيب الحال صعيب الحال الاخوة. غلاضت له رجلو هنا، هذا النهار خرج هو حاصل، الرئيس هذه خصها تقطع، ما حاصله بزاف الاخوه، ما صعيبه صعيبه بزاف، غادي تنصل هانتوما الاخوان، شوف 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 صافي صافي، مشات له رجلو الراي، ضاع اختي، هذا مشات له رجلو، شتي كي رجعت، رجعت اللور، شتي قلتلو ما تنصل، لأن تنخات رجلو بزاف، ودارت، تمنى والله ترجعو غير، هذا خصنا نعقلو عليها الإخوان، نديرو هو فيها، نزيدو نكملو معاكم. اللهم بارك الاخوة، راه كاين كي كتشوفوا كاين الفوق كاين التحت، ما كاينش الفرق في التفقيص، راه كاين كاين الفوق كاين التحت. اللهم بارك الاخوة، تبارك الرحمن، الله يسخر اخويا منعم، امين الدراج ام الدين، خير الله يسخر، هنا كاين شي ديال الخيط بالله اعلم، شوف الدنيا. هو الأكثر ياخد 90% ديال البيبي كاين، تبارك الرحمن الإخوان، تنحطو في الفيسبوك ونصورو معاكم.
انتم الاخوان ها الكتاكيت تبارك الله. اخونا معين تيحط الكتاكيت ديالو الله يسخر ليه. على فكره البيض راه ديالنا الاخوان، البيض راه ديالنا بالنسبه للخصوبه اللهم بارك. وراهم مابقيناش كنبيعو البيض الاخوان، راه كافينا حنايا وما كافيناش الفقاصات ديالي وديال سي منعم ما كافيناش، كنزيدو نكملو عند واحد الصديق. الله يبارك اخوتي اللهم بارك. السخان هذا ديال الالف، السخان ممتاز الاخوان. دابا الحمد لله الجو راه سخون شويه، غادي نبقاو نستغناو شويه على الحراره بالنهار، غادي نشوف الحراره تبارك الله. كنتي ثلاثة تما غير بلاطو، وغادي نقول لكم شحال بقات من البيضة ما تكتبهاش. نزارة ضروري الفرصة تكون نزارة الإخوان إذا تسلم. يلا نحط معاه باش نزربو عليهم الإخوان. السلام عليكم الاخوان الكريمين، تحياتي لكم تحياتي للجميع المتابعين. الاخوان بعد ما صافي حطينا الفليسات ديالنا هما في الارض، تيشربوا الماء دابا بدا شي شويه واحد ساعتين هكاك ان شاء الله نعطيهم الماكله. السلام عليكم تبارك الله السلع اللهم بارك. يومي ذهبي مليح، اللي بغى شي حاجه النمره خليوها في لاباج. تبارك الله عليكم وعشركم بروكا ورمضان مبارك سعيد الاخوان. اي استفسار ولا شي حاجه مرحبا الاخوان في هذا المجال. تبارك الله عليكم جميعا متابعين صفحه انا مصير معكم اخوكم عماد، تحياتي للجميع الاخوان.